السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وازيكم في فيديو جديد النهارده؟ طبعا الفيديو بتاعنا في لعبه فناف ون، واسف ان انا كنت قاطع، يعني اسف والله كان في ظروف والنت وكده، فاتمنى توصلوا الفيديو ده 100 لايك. والله نتقابل بعد الانترو. ماشي، يلا نبدأ. اول ليلة طبعا مش هتلاقي فيها حد خالص، يعني مش هيبقى مفيش حد، فيعني يعني مثلا فوكسي مش هتلاقيه، بوني ممكن حاجة بسيطة جدا، تشيكا ماشي بتتحرك بس مش هتلاقيها واقفالك على الباب اليمين، هو مثلا ممكن بوني اكتر واحد هو بيهجم في الليلة الاولى، لكن فريدي ده مستحيل لان فريدي اصلا بيطلع بعد الليلة الرابعة، فيعني مش هتلاقي حد. الليلة دي ليلة كده تسلية كده وخلاص، بتعودك على اللعب. وانا طبعا تعمل ميوت على طول عشان مش ناقصين وجع دماغ. شوف بقى الانوار، اهم استراتيجية في اللعبة دي، شوف الانوار كل 15 ثانية مثلا او 10 ثواني، ولو انت مثلا في ليلة مثلا زي الليلة الخامسة او الكاستم نايت حاجة من دي، شوف الانوار كل 5 ثواني او 7 ثواني. هما هنا طبعا مش هضطر افتح الكاميرا اصلا طول الجيم، ففي لقطات مملة ياما فصراحة عليكم. مفيش برضو حد اتحرك، يعني الساعة 4 دلوقتي ممكن تلاقي بس حد بوني يتحرك اهو. تعال نشوف كده اي حد تاني، بوني بس مفيش غيره. طب كويس كويس، اللعبة دي في يعني لما تصعب مثلا في الليل 5 مش هتلاقي، على كل دقيقتين كل ثانيتين هتلاقي حد على الباب، وتشيك اتحركت هي كمان. اوكي يلا، مش حد جه. يعني على فكرة انا ممكن اعيد سلسلة بوي بلاي تايم شابتر 2 تاني، لان هي اصلا اكتر لعبة بحبها من سلسلة بوي بلاي تايم كلها، انما هنزلها لما شابتر 3 ينزل النسخة منها على الموبايل عشان انزلهم الاتنين مع بعض. اهو ده الصوت بتاع بوني، الصوت اللي بيطلع ده بتاع بوني، مش غير فريدي لوحده. ودي بوني واقفين، جيك هنا، يلا بوني وين وينك؟ هو بوني فين؟ اتمنى ما يكون ورايا، بس ما فيش حد هنا. اه بوني هنا، منورة يا تشيكا. وايه الملل ده بقى؟ يعني حتى في ناس تو كانت في اول ليله كانت اخطر من كده بيام، في نفس ريم مكانتش بيطلع فيها حد من اساسه بس عادي، انما في ناف فور بقى دي حاجه تانية. في ناف فور كانت اول لما الساعه تيجي 3 تلاقي بقى فريدي ده مجنون، تلاقيه وراك، والمشكله ان هو بيتكلم بطريقه غريبه. مش حد، ايه الملل ده؟ كنت عايز اسرع لكم اللقطات دي بس يعني هخلي الفيديو 2 دقيقة مثلا، مش مهم، خلينا نشوف فيها. بتبص لك كده، ده ايه البصه دي؟ اكثر حاجه بترعبني باللعبه دي اصلا. يا ربي، هو بوني فين؟ صحيح بوني فين؟ ده مش في حد. وطيب يلا اقفل، انا لو كنت استنيت ثانيه بالظبط كمان كان زمان وراي، كان زمان اخسر الليل على الساعه 5. ما شاء الله، خلاص يعني ايه ده على طول كده؟ طب اوكي عادي يا جماعه، اللعبه خلصت اول ليله، واستنوا طبعا تاني ليله بعد ما تنزل دي على طول في ساعتها. وطيب اعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ووصلوا الفيديو ده 100 لايك، وسلام.